السلام عليكم، معكم محمد كمال في برنامج دقيقتان فقهيتان، أهلا بكم. سؤال حلقة اليوم هو: هل من الممكن معرفة سبب الظاهرة المنتشرة في البلاد المصرية وهي الفوانيس التي يحملها الأطفال في شهر رمضان وإنشاد بعض الأناشيد التقليدية في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. الفانوس استخدم في صدر الإسلام للإضاءة، للذهاب ليلا إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب. وكلمة الفانوس هي كلمة إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة. ويذكر الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط أن المعنى الأصلي للفانوس هو النمام، ويرجع صاحب القاموس التسمية بهذا الاسم إلى أن الفانوس يظهر حامله وسط الظلام، والكلمة بهذا المعنى قد تكون معروفة. لما نيجي نرجع كده لبداية صدر الإسلام نتلاقي أن التزيين المساجد بالإضاءة والأنوار استخدم في صدر الإسلام، حتى استخدم في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أضاء المساجد في الإسلام كان الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت في يوم الجمعة. يذكر هذا الكاتب إبراهيم مرزوق في كتاب دليل الأوائل. أيضا من أول من قام بتزيين المساجد وإنارتها في شهر رمضان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج ابن شاهين عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزدهر وكتاب الله يتلى، فقال: نور الله لك في قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجد الله تعالى. ثم بعد ذلك بمرور الزمان نجد أن الاحتفال بالأعياد وبشهر رمضان بالطريقة المعروفة بوضع الأنوار والزينة والكلام دوت، يذكر أبو بكر القصاص في كتابه الإجماع دراسة في فكرته أن الاحتفال بالأعياد وبشهر رمضان بهذه الطريقة بدأ في القرن الرابع وأوائل الخامس الهجري، يعني في فترة تأسيس الدولة الطولونية. ثم بعد ذلك انتقلت هذه المظاهر، إضاءة الساحات وتزيين الشوارع أثناء رمضان وأثناء الأعياد، انتقل كل ذلك إلى الشيعة. لما نيجي بقى نتكلم عن الفانوس نفسه، ايه قصة الاطفال بالذات في مصر هنا وفي بعض الدول العربية زي سوريا وزي بلاد الشام بيحملوا الفوانيس، ايه القصة؟ في عدة روايات في هذا الامر. قيل ان الخليفة الفاطمي كان يخرج الى الشوارع ليلة الرؤية، ليلة رؤية هلال رمضان، ليستطلع هلال شهر رمضان، والأطفال كانوا بيخرجوا معاه ليضيئوا له الطريق، وكل طفل يحمل الفانوس ويقومون ببعض الأناشيد والأغاني الجميلة تعبيرا عن فرحتهم لقدوم شهر رمضان. ولذلك ده إنه مظهر جميل يستخدم للاحتفاء بشهر رمضان. وبعض القصص اللي بتذكر في الفوانيس كذلك إن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق الفوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وقيل أيضا في سبب الفانوس إن الفوانيس عرفت مع بداية العصر الفاطمي، لما وصل القاهرة المعز لدين الله الفاطمي، لما كان على مشارف القاهرة خرج الأطفال في أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة، خرج السكان يستقبلونه على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة ومعهم الفوانيس الملونة، حتى وصل المعز لدين الله إلى قصر الخلافة، ومن يومها صارت الفوانيس من مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان. أيضا تذكر في الفوانيس قصة كمان، يقولون في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي كان ممنوعا على نساء القاهرة الخروج ليلا، فلكن لما يجي شهر رمضان يسمح للنساء بالخروج بالليل بشرط أن يتقدم السيدة أو الفتاة صبي
صغير ويشيل معاه فانوس مضاء علشان المارة الناس في الطرقات يعلمون أن الذي تمر امرأة فيفسحوا لها الطريق. وبعض المؤرخين زي ابن بطوطة في وصف الاحتفال برمضان يقول كانوا يعلقون قنديلين للسحور ليراهما من لم يسمع الآذان ليتسحر. كل دوت قصص وقصص وردت في استخدام الفوانيس شهر رمضان. المهم عندنا هو الحكم الشرعي فيها، هل الفوانيس محرمة ولا لا؟ الحكم الشرعي فيها الإباحة لعدم ورود ما يمنعها. وإذا قصد باستخدام الفوانيس والإضاءة والكلام دوت الفرح بقدوم شهر رمضان أو الإعلام بوقت السحور فقد ترقى إلى درجة المستحب والأعمال بالنيات. تقبل الله منا ومنكم، وكل سنة وانتم طيبين، وجزاكم الله خيرا.